تجربة رائدة وقوانين وتشريعات متطورة تظل محل ثناء ونبراس ومنهل. بهذه الكلمات أشاد أعضاء المجلس البلدي القطري بنظيره الكويتي، مؤكدا على يد ممدودة للتعاون والاستفادة من الخبرات. تجربة المجلس البلدي في دولة الكويت الشقيقة، هذه التجربة الطويلة اللي امتدت على عشرات السنوات واللي تعتبر الأقدم في المنطقة، طلعنا كذلك على المشاريع التي قامت بها البلدية في السنوات الأخيرة، كذلك أيضا مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. زيارة الأشقاء تبادل للخبرات وتقريب لوجهات النظر بين المجلسين، كما تأتي للإطلاع على مستقبل الخطط التنموية ومشاريع الدولتين. وإن شاء الله أن راح تكون الكثير من تبادل الزيارات وأخذ الخبرات من المجلس البلدي القطري، وإحنا شرحنا لهم موجز عن المجلس البلدي الكويتي في خاصة ما يتعلق من إسكان ومن إنجازات المجلس البلدي. مسيرة المجلس البلدي في قطر بدأت مبكرة كمثيلتها في الكويت في رؤى متشابهة وقضايا وملفات مشتركة. المجلس البلدي في دولة قطر يتكون من 29 عضوا يمثلون 29 دائرة، وفي الكويت يمثلهم 10 أعضاء من 10 دوائر انتخابية. عدد اللجان في المجلس البلدي في دولة قطر 4 لجان، وفي دولة الكويت 14 لجنة يتم من خلالها بحث العديد من القضايا ذات العلاقة بالقضية الإسكانية والخطط التنموية. اختلاف في الشكل واتفاق بالمضمون بين المجلسين البلديين في دولة الكويت ومثيله في دولة قطر. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.